السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله هنخدمو تمرين 4 دي سيري واحد. نشوفو شنو كيقول تمرين 4. قال لك سوا اش كا ال اون فامي دي بلان ريتيكولير ريلاتيفمون على لا باز ا بي سي. السؤال الاولاني مونتري كو لا ديستانس انتر ريتيكولير دو سيت فامي des plans est donné par la formule DHKL qui est V de la maille. Elle a le module H B vectoriel C plus C A C vectoriel A plus L A vectoriel B. Maintenant, la relation de volume de la maille V qui est A scalaire B vectoriel C. Donc باش نبداو على بركة الله. السؤال الاولاني قال لك بين ان دي اش كا ال كتساوي في د لا مايل على الموديل اش B vectoriel C plus HK K C moraha A C vectoriel A plus L A vectoriel B A vectoriel B. بشو بعد صارت مش تجيكم سهلة الحفاظة تعقلوا ليها. وعطانا التعريف ديال افيك الفوليوم دو لا ماي كي يساوي ان سكالر بي فيكتوريال سي. الوغ كيفاش غنبينو هاد العلاقة؟ دونك انا ننطلقو قلنا من التعريف ديال لا ديستانس انتر ريتيكولير دي اش ال. قلنا هي المسافة ما بين دو بلون باراليل ياك دو واحد الفامي دي بلون ريتيكولير. والفامي دي بلون ريتيكولير هي بزاف د لي بلون بعادين على بعضهم بنفس المسافة اللي هي متقاس نفس المسافة متقايسة اللي هي دي اش كا ال. دونك الرسمو مش مبينو دي اش كا ال مزيان. دونك ما رسمش لا ماي بريميس كاملة, رسم غير لي تخوا دي زاريت هادو ا بي سي. دونك نعتبر ان هنا واحد بوان قلنا ا بي بي في سي هنا كروند سي. دونك هذا البلون اش كا ال بلون ريتيكولير اش كا ال. إذن قلنا دي اش كا ال هي المسافة اللي ما بين أصل المعلم و البلون اش كا ال هذا اللي هنا ياك. المسافة طبعا أقرب مسافة هي المسافة العمودية الإسقاط العمودي, يعني عدلو البروجيكسيون ديال او على البلون اش كا ال دينا واحد البوان اش هادي او. دونك قلنا دي اش كا ال دي اش كا ال هي او اش. دونك هنا هنا عندنا نعمل بحال فيكتور
une victoire. Et ياك عنديو المنظم ديالها هو واحد فيكتور يونيتير غير باش نديمونطريو وصافي حتى يعني دا دي اش كاين ماشي دايما كتساوي لنا يعني ماشي داي كتساوي واحد هادي يعني باش نعملو ديمونستراسيون كنديو هادي فيكتور يونيتير الموديل ديالها كيساوي واحد دونك خصني نعرف ثلاثة واحد ثلاثة ديال الحاجات اللي كنحطهم ديريكت يعني قدامي هما الفيكتور او ا او بي او او سي يعني نحط التعريف ديالو شنو كيساويو عندي او ا كتساوي لنا هي ا سور اش هادي ديما حطها ديريكت او بي هي بي سور ك و او سي هي سي على ال ياك او باقي حاجة اخرى عندنا البرودوي فيكتوريال ا بي فيكتوريال ا سي كتساوي لنا المنظم ديال ا بي فيكتوريال ا سي في المتجهة اي ياك وحاجة أخرى دونك حاجة أخرى خصني نعرفها هي او اش المسافة هذه كتساوي لي او ا فوا برودوي سكالر اي دونك هذه كيفاش عملنا لها واخ نجي هنا لهذا المثلث الصغير او ا اش ها هو دونك هادي او وهادي اش وهادي ا ياك او هادي اش ها هي وهادي ا عملتو اذا مش تبان واضحه وصافي دونك قلنا اش هي الاسقاط العمودي او على البلون يعني هنايا عندي زاويه قائمه هادي كامله هي U هادي فيكتور U هادي او ا دونك عندي هنا واحد الزاويه الفا ياك الفا هي الزاويه اللي كاينه ما بين او ا متجهه او ا او U ياك دونك نشوف الكوسينوس ديال الفا شنو كيساوي المحادي على الوتر دونك المحادي هو او اش على الوتر ايوا او ا ياك كتعطي لنا او اش كتساوي لنا او اش كتساوي لنا او ا كوسينوس او ا الكوسينوس ديال الفا يعني او اش كتساوي لنا او ا كوسينوس ديال الالفا اللي هي الزاوية اللي ما بين او ا و اي ياك يعني تكافي او اش شنو كتساوي الموديل ديال او ا تعريف البرودوي سكالير وصافي الموديل دو او ا موديل ديال اي حتى هنا موديل ديالها واحد مشات ما بانتلناش هنايا موديل ديال اي كوسينوس الزاويه اللي بناتو ياك هاي هادي شنو تعطيني او اش كتساوي لنا حد يرجعنا يعني بالله برو صافي و ا
produit scalaire U. Donc, ثلاثة الحوايج كافيين ديمونتري دي أشكال خصني نعرف هادو وهادي هادي كنحطهم هادو ديريكت هما الأول وهادي ياك وصافي تباقي كنبقاو يعني نلعبوا في هاد العلاقة هادو وصافي وكنخرجوا دي أشكال احنا نشوفه. اذا والو نحيد هذه بلا ما نحتاج نحتاجو شي معلومات في هذا الباج هذه بلا ما نبقى نقلبوا الصفحة دونك نبداو AB vectoriel AC AB vectoriel AC ياك دابا ما عنديش AB vectoriel AC عندي هادو نحاول نجبد نعمل علاقة شرط ونبين هادو الثلاثة هادو دونك هي AB vectoriel as AP هي AO plus OB vectoriel AO plus OB ياك انا عندي OA ما عندي شي AO دونك هنقلب موان OA plus OB فيكتوريال موان او ا بلس او بي اش من او بي بين الشيطان ادي اوس ادي اوس ادي اوس ادي اوس ياك نعوضو نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها عندي ا او ا عندي هي ا الفيكتور ا على اش او بي بي على كا او سي سي على ال دونك ا بي قلنا فيكتوريال ا سي كتساوي او ا هي ا على اش المهم هذه خلوها هي ا على اش او سي هي ب على ك فيكتوريال موان ا على اش بلس بلس سي او سي هي سي على ال هادي او بي هادي او بي مش هادي عطتني الفيكتور ا بي وهادي الفيكتور ا سي دونك او ا هي ا ها هي او ا هي على اش او ا هي على اش او بي هي مع المون هاي حطيتها او بي هي بي على كا او بي بي على كا فيكتوريال هذه ها هي او سي هي سي على ال سي على ال دونك حنا شني عندنا دي اش كا ال كتساوي هي المسافه او اش واخا ها هي نكتبها هنا دي اش كا ال كتساوي او اش واخا شنو نعملو بهاد او اش
او اش عندنا قلنا هاد التنين اللي خرجنا هنايا او اش كتساوي او ا في فيكتور اي و اي انا نعوضها بهادي ها هي انا تعطيني هادي اي كتساوي ا بي فيكتوريال ا سي ياك على الماندانت ا بي فيكتوريال ا سي نعوضها يعني هتعطيني او اش كيفاش او اش كتساوي او ا ياك فهادشي هاد ا بي فيكتوريال ا سي على الماندان ديال ا بي فيكتوريال ا سي دونك هادشي اللي كاين هادي هي تي اش كان تي اش كان ال نكتبوها هنا باش نكملو في هاد الورقة صفحة قلنا تي اش كان ال كتساوي هادي كتساوي لنا او ا سكانر ا بي فيكتوريال ا سي على المنظم ديال ا بي فيكتوريال اس يب هادو ديجا حسبناها هادي او ا عندنا هي هادي دونك او ا دي اش ك ال كتساوي ا على اش ياك على اش سكالر نشرو هادي هاد أب بي فيكتوريال أسي نشرو هادشي أ فيكتوريال أ زيرو حتاش شنو هي أ فيكتوريال أ هي أ موديل د أ في الموديل د أ في سينوس الزاوية اللي بيناتهم سينوس الزاوية اللي بيناتهم هي زيرو يعني كلشي مشى لزيرو هادي زيرو غنشرحو تاني هادي فيكتوريال هادي أ فيكتوريال سي نكتبها هنا هي مون أ فيكتوريال سي على أش فوا إل هذا سكالر كيخرج من برا و نكتبو هنا موراها هادي موان موان في البلوس هي موان بي فيكتوريال أ على ك اش بلس هادي بي فيكتوريال سي على ك ال منظم داتشي هذا كام ياك دونك شنو كيساوي ندخل السكالر هنا شو اذا جبرتو السكالر مع الفيكتوريال واحد الفيكتور كتعاود ديريكت زيرو غنشوفو علاش واخا ا فيكتوريال ا هاي نكتبو هنا احسن على اش نقلبو هادو بعدا ا فيكتوريال سي هي موان سي فيكتوريال ا مع موان برا هي مشات يعني سي فيكتوريال ا على اش ال بلس ا فيكتوريال بي على ك اش بلس بي فيكتوريال سي على ك ال على هادشي هذا نيتو هنا دابا نشرو هاد السكالر قلنا لي دي اش كال نشرو السكالر شو بعد نحسبو هادو ونشر عندنا سي فيكتوريال ا سي فيكتوريال ا هي بي ياك بي ا ملي غيدخل على هادي ا سكالر بي هي ا في بي
في الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم. الكوسينوس الزاوية اللي ما بين A و B هي 90 درجة، الكوس 90 هو زيرو، يعني هذه مشات زيد هذه A فيكتوريال B. A فيكتوريال B هي C، الزاوية اللي متعامدة مع المستوى اللي كيكون هما، ياك قلنا A فيكتوريال B هي C. دونك A سكالر C اللي عطتنا هنايا هي A في C في الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم. شنو الكوس الزاوية اللي بيناتهم؟ هي 90، كوس 90 زيرو، هادي مشات وهادي مشات، ياك بقات هادي A فيكتوريال B. غادي نكتبوها ديريك، خليوها كيف ما هي. دونك دي اش كال A على اش، خليها هنا، هادي نشرو هذا اللي هنايا اش، قلنا هادي مشات فين، هادي غتمشي ملي غنشرو ملي غندخلو سكالر، و هادي غتمشي و هادي اش كال كال، هنا نلقى A scalar B vectorial C. A scalar B vectorial C وهذا كامل اللي هو هذا، نكتبوه هنا. دونك هنا C نبداو بالترتيب اللي عندنا في دي اش كا ال، B vectorial C على كا ال، انا بديت بهادي، موراها نبدا هنا، نمشيو لهادي C اس ال بلس مانتم، طبعا هادي ا فيكتوريان بي، حتى هادو فهمتي مشاو حتى دخلنا السكالير هذا من هنا، باقي في المقام غيبقى واخ، نهبط هادي لتحت وندخلها في وسط المنظم، حتى سكالر بوزيت A B فيكتوريال C. نهبطو المقام عند المقام، قلنا ندخلوها في وسط المنظم ونعملو النشر H K L. هنا K L غتختزل لي مع K L، غتبقى لي H، يعني هي H B فيكتوريال C، ياك هادي مع هنايا، انا عندي اش ال، يعني هتمشي لي اش ال، هتبقى كا بلس كا سي فيكتوريال ا، بلس هنا عندي كا اش، هتمشي لي كا اش، هتبقى لي ال ال ا فيكتوريال بي. دونك دي اش كا ال، اش كا ال كتساوي لنا هادي الفوليوم دو نورمال في لامايل على المنظم اش بي فيكتوريال سي بلس كا سي فيكتوريال ا بلس ال ا فيكتوريال بي. نعطيكي B vectoriel C plus K C vectoriel A plus L A vectoriel B. Donc, il y a l'analyse H K L, la démonstration d'elle. Quand il est fait un examen, ce d'ailleurs, j'ai juste une note, par exemple. هذه يعني ديمونستراسيون، كتبقى ديمونستراسيون واحدة كتعاود وصافي. السؤال الثاني فيه الصراحة ثلاثة الأسئلة فرعية، دابا الفيديو فيها 25 دقيقة. صراحة ما كان بغيش نزرب ونضيعكم الوقت، يعني مثلا انتي نعد تفرج نشلط على هذا الشيء في 15 ولا في 10 دقائق ونشرح لك شيء بالزربة وحيبقى لك الغموض وشي حاجة ما عملناها، يعني عاد ضيع الوقت في الفيديو. لا قلت تفرج كتفهم حاجة مرة واحدة صافي، ساعتك ما كتبقاش ترجع النيابة، كيبقاش عندك الغموض من اللي كتفهم مزيان صافي. قلنا السؤال الثاني نعملو فيديو اللي مور هذا،
فيه ثلاثة الأسئلة فرعية. قال لك أون ديدوير لا فورميل دو لا ديستونس انتر ريتيكولير بوغ شاك ريزو دو بغافي سويفون. غنحسبوها دي اش كا ان غنحسبوها بالنسبة لريزو كوبيك سامبل البارامتر أ ياك، ريزو اورتورومبيك دو بارامتر أ بي سي، ريزو اكزاغونال دو بارامتر أ سي. دونك نشوفو داشي في فيديو ان شاء الله، ليماجي ان شاء الله. السلام عليكم.